الخير من الأشياء الجميلة اللي نشوفها حالياً في جيزان وصول الباصات المخصصة لنقل الناس أو خدمة الناس في كل محافظات المنطقة. شيء جميل وجهود جبارة صراحة من أمانة المنطقة والقائمين على هذا المشروع الفخم. طبعا المشروع هذا منتشر على مستوى المملكة العربية السعودية وحاليا موجود في جازان وفي محافظات جازان بإذن الله تعالى.